يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم الإسراء والمعراج؟ لا، الذي عليه الجمهور أو هو الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه، لأن الله لا يرى في هذه الدنيا. ما دام الإنسان على قيد الحياة في هذه الدنيا فإنه لا يرى ربه، وإنما الله جل وعلا يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم، لأن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن ينظروا إلى ربهم. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن ينظر إلى ربه. ولما تجلى الله للجبل اندك وصار ترابا، لما سأل موسى ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، غشي عليه عليه الصلاة والسلام من هيبة الله عز وجل وجلاله، ولا أحد يستطيع أن يراه في هذه الدنيا. أما بعد الموت في الدار الآخرة فقد تواترت الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة.